السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كل متتبعي قناة أذواق في كل مكان، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم بحول الله جبت لكم وصفة مالحة اللي هي أفخاذ الدجاج المحشية، راح نقدمها لكم إن شاء الله بطريقتي الخاصة. إذا هنا عندنا زوج أفخاذ، أنتم ديروا حسب أفراد العائلة. أكيد الأول راني نحيت له العظام، نحاول مع بعض نحيو العظام لهذا الفخذ الثاني. إذا بسم الله، أولا نروحوا للعظمة، تحسوها مليح بلا ما نقطعوا، هنا ندخلوا الموس بهذه الطريقة، فقط نقطعوا هاد الخيوط أو الأعصاب، هذه لازم نقطعوها، ثم فقط بواسطة الأيادي نتحسوا العظم ونهبطوا بهذه الطريقة، راح يتنحى بكل سهولة. إذا نتحسوا فقط بيدنا ونكملوا هذه المرحلة هنا، وإذا لقينا فقط الأعصاب هذه، هذه الخيوط الصغيرة، راح نقطعوها بالموس. إذا راح نهبطوا بالعقل بهذه الطريقة، دائما نتبعوا العظم، وكي نلقاو هذه الأعصاب هذه الخيوط نقطعوهم بالموس. لاحظوا بكل سهولة راح يتنحى معنا هذا الفخذ أو العظم. قطعوه هنا، لاحظوا تنحالي العظم. هذا ممكن نديرو به حساء ولا شربة، وهنا نقلبو الفخذ تاعنا بكل بساطة. راح يرجع لنا بهذه الطريقة فخذ عادي لكنه بدون عظم. احنا نحكموه من الداخل، نشرحوه فقط شوية، ماشي بزاف، ونديرو له التتبيلة. التتبيلة فيها ملح، كركم، فلفل أسود، شوية عكري. كي نتاكدوا انه التتبيله خلاص راهي دخلت كامل في الافخاذ تاعنا، نحطوهم على جنب ونروحوا نحضروا الحشو. اذا بعد ما حضرنا الافخاذ وتبلناهم مليح وخليناهم يشربوا التتبيله، نحضروا الان الحشو. الحشو فيه فقط شويه لحم مفروم، عندنا بصله صغيره مسكرفجه كما راكم تشوفوا، كميه من المعدنوس، وكميه صغيره حوالي ملعقه كبيره الرز. هذا الرز مطبوخ يعني طايب. نديروا معهم توابل، ملح، فلفل اسود، كركم، بياض، بيضه واحده، ونخلطوا كل مكونات. اذا نخلطوا مليح ونعاودوا نرجعوا مع بعض نحشيو هذا الافخاذ. اذا الان راح نعمروا الافخاذ تاعنا بالحشو ونحاولوا نربطوهم بالخيط، يعني نديروه على هذا الطريقه. شوفوا الطريقة. إذا أولا نبداو نديرو الحشو هنا، وهاد البلاصة أنا راني خيطتها، تحكمو الخيط تخيطوها عادي كما تخيطو العصبان. ندخلو كمية مليحة من الحشو هنا، وهنا ما نكثروش بزاف الحشو حتى ما يتفتحلناش، ديرو شوية فقط، ثم نقفلو على الحشو هاك بواسطة خيط، ندوره جيدا هكا. اي خيط عادي عندكم تقدروا تخدموا به، ولا خيط المطبخ هكا. احنا ندخلوا الحشو وندوره في نفس الوقت، احنا نحاولوا نرجعوا الفخذ تاعنا عادي وكأنه مازال فيه العظم. بهذه الطريقة نكملو ونديرو العقدة تاعنا، يعني نربطو الخيط. كي نكملو راح نتحصلو على هذا الشكل. نحكمو التتبيلة اللي بقات لنا مع الزيت، يعني التوابل مع الزيت، وندهنو مليح هذا الأفخاذ من الجهة الخارجية.
ثم نحكمه مول تاع الفرن، نحطوله شوية زيت فقط في القاع، شي بزاف، ونديرو شرائح البصل. هذا البصل راح يطلق الماء وراح يساعد انه الدجاج تاعنا راح يعني يجي طري. نحطو شرائح تاع الطماطم، نحطو الافخاخ تاعنا، ونزيدو نحطو معاها شرائح الطماطم. نغطوه مليح بورق الالومنيوم وندخلوه للفرن بدون إضافة الماء، ما نضيفوش الماء، فقط نغطيوه جيدا حتى يبقى البخار في الداخل، وراح يطيب مليح هذا الدجاج. إذا نديروه على 170 درجة ونخلوه يطيب في عقله، يعني يدي كل وقته أنه يطيب. هذا الطبق باش يكون متكامل راح نرفقوه مع بطاطا مشرملة. دوك نشوفوا مع بعض طريقة تحضيرها البسيطة جدا. إذا الآن نروحوا للبطاطا مشرملة اللي راح نرفقوا بها هذا الكويس فخسي. عندنا حبة بطاطا، نخيروا حبة صغار، نغليوهم بقشرهم ونقطعوهم قطع كبيرة، يعني لازم تكون قطع كبيرة. إذا عندكم بطاطا صغيرة يعني مليحة، تقدروا تستعملوا هذه البطاطا صغيرة وتخلوها هكذاك حبات تجي هايلة. بالنسبة الدرسة تاعها ولا الشرمولة كما يقولون ناس المغرب، عندنا شوية زيت، نحتاجو حوالي ملعقتين تاع الزيت، حوالي ملعقة تاع الزبدة، شوية معدنوس مقطع رقيق كما كم تشوفوا، شوية ثوم، سنينة ثوم طحونين. بالنسبة للتوابل عندنا التابل الرئيسي هو هاد العكري حلو، عندنا شوية ملح، شوية كركم، والقليل فقط من الكمون. احنا ندو هذا الخليط كله فوق النار ونخلوه يتقلى شوية. كي تتحمص مليح معنا الدرسة فوق نار هادية وتولي بهذا الشكل، احنا واش نديرو؟ نضيفو البطاطا تاعنا فوق الدرسة. من الاحسن البطاطا توجدوها من قبل، يعني تكون باردة حتى ما تتفتتلكمش ولا ما تنحلكمش داخل الدرسة. اذا ندوها فوق النار ونبقاو نقلبوا في البطاطا غير بالعقل حتى تتجمر مليح معنا وتتشرمل. اذا خليت البطاطا تاعي على نار هاديه وبقيت نقلب فيها غير بالعقل باه ما تنحلش معايا البطاطا، تحصلنا على هذا الشكل الرائع، يعني راهي تشرملت البطاطا وشربت كامل البنه تاع الثوم والتوابل اللي حطيناها، يعني جات هايله. راح نرافقوها مع الافخاذ تاع الدجاج، واللي يحب يرافق هذه الافخاذ مع ديفخيت ولا مع لابوري ولا مع الرز، يعني كل واحد والذوق تاعو. اذا انا الافخاذ تاعي طابو، حليت عليهم الالومنيوم ونخليهم يتحمروا مليح ونشوفوهم ان شاء الله جاهزين. هاهم الافخاذ تاعي بعد ما تحمروا مليح، داو تحميره شابه. هاد لي بول فقط الحشو اللي بقى لي درتهم كريات، درتهم في الخبز المرحي وقليتهم غير شويه وعاود رجعتهم كملوا طابو. فقط مهم جدا انكم تحطوا الطماطم، لانه هي والبصل هي اللي راح تحصلوا بها على هاد لاصوص او هاد المرق. اذا احنا نرفقوها مع البطاطا مشرمله وتشوفوها في صحن التقديم. اذا الطبق تاعنا كما راكم تشوفوا راه جاهز، البطاطا مشرمله راكم تشوفوا فيها راهي تشهي، تقدروا ترفقوها مع عده اطباق، والافخاذ تاع الدجاج راهي محمره. هنا عندنا البصل اللي طاب معاها راه تكرمل وجا هايل، يعني طاب مليح. وهنا عندنا الطماطم هذه اللي طابت مع الافخاذ، وهاد البقايا تاع الحشو اللي درتهم ديبول. اذا هذا الطبق راه واجد، يعني هو يجي رائع في البنة، هايل بزاف. ننصحكم تجربوا هاد البطاطا مشرملة، ايضا هي رائعة. حتى اذا ما درتوهاش مع هاد الافخاذ معليش، تقدروا ديروها مع اي طبق اخر. نقسموا اذا هاد فخذ ونشوفوا النتيجة بحول الله. اذا الافخاذ كما تعرفوا كامل هي تجي طرية، ماشي كيما صدر، يعني تجي رائعة. شوفوا الشكل تاعها من الداخل، نوريها لكم عن قرب احسن. لاحظوا يعني الحشو راه طاب مليح، والافخاذ ايضا راهي طيبة حتى الداخل. يعني هذا الطبق فعلا هو طبق هايل، نتمنى تجربوه، نتمنى يعجبكم ويعجب العائلة تاعكم. انا نقول لكم تهلاو لي في رواحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.